فاكره برضو كنت على الهوا وكان معايا يعني ضيف، وكنا بنتكلم عن تمثال على مدخل احدى المحافظات، مش فاكره كان يعني انهي محافظه، بس تمثال كان يرمز ل يعني الحضاره المصريه القديمه، وهو ما كانش ليه صله خالص بالموضوع. هي حصل كان راس نفرتيتي تقريبا، بس كانت حاجه مشوهه كده، راس خالتي ولا حاجه يعني. وحصل الحقيقه انه الاعلام كان ليه دور، واحنا يعني ما سكتناش على الموضوع ده لحد ما الناس اعتذرت والجهات المسؤوله اعتذرت عن التشويه اللي بيحصل للرموز بتاعتنا، سواء بقى رموز الاسلاميه او الحضاره الفرعونيه او الحضاره المصريه القديمه او خلافه. يعني احنا عندنا حضارات كتيره جدا. بدات بقى دلوقتي مؤخرا اشوف انه في فنانين جمال كده ونحاتين عندهم فن ودارسين بجد، بدأ يتم الاستعانة بيهم عشان يبقى فيه تزيين للميادين من خلال التماثيل بتاعتكو أو النحت اللي هو فعلا محترف. انت شايفة التماثيل دي يعني الزمان انت كنت أحب أعرف رأيك فيها ايه، وهل هي يعني بعيدا عن الحس الفني أو الجمالي، هل هي ليها علاقة بالنحت أصلا ولا دي حاجة مشوهة ملاش علاقة بالنحت أو كلية فنون جميلة أو أي حاجة؟ بس هي المشكلة إن مش كل حاجه تبقى موجوده ممكن تبقى مرتبطه بفنانين، في حاجات بتبقى زي ما كنت بنتكلم كده من شويه خالص زي النحتايه كده اللي هي حاجه شغل خطاط. عملت مساق عادي ممكن نلاقي خطاط كده وخطاط وحش. هي الفكره ان مش دايما هيبقى السبب فنان، ممكن يكون سوء اختيار، ممكن يكون هو اصل اكيد مش فنان اللي عامل التمثال ده بالظبط، يعني مش شرط ان اللي عامل ده تبقى طالعه من حد محترف. هي الفكره ان دلوقتي بدا يبقى في سبوت اكتر فبداوا يهتموا اكتر بده. بس والله اللي جاينا حدين فنانين موجودين من كتير، يعني الاساتذتنا والدكاتره بتوعنا موجودين موجودين طول عمرهم، لكن ما بيتمش الاستعانه بيهم الا يعني قليل يعني قوي. في حاجات بتبقى شغل اكتر منها ان انا ادور على حد بيشتغل كويس. فبيبقى برضو الدور، يعني انا مثلا انا عندي استعداد ان انا اشتغل في ميدان، ما حد ما هيديلي فرصه لحاجه أيوة. زي دي هجتهد فيها. فدلوقتي بدا يبقى فيه كده، بس برضو زي ما كان فيه وحش زمان كان فيه حاجات كويسه. بس الواحد لما بيشوف الحاجه الحلوه بيبقى مش دايما بقول الله دي حلوه خلاص انا معتمد ان لازم يكون مثلا زي ميدان الجلاء مثلا زي ميادين كتير فيها تماثيل كويسه جدا، سواء حاجات تشخيصيه او حاجات مجرده زي ميادين فيه حاجات كويسه كتير. بس هي الفكره ان الحاجات يعني اللي بتبقى سيئه في النص دي هي حلو ان اللي بيتعمل عليها صدى، علشان يعني الانزعاج ده بيساعد في انها ما تبقاش موجوده. أيوة. بالظبط. بس في حاجات ممكن تبقى كمان كويسه ويحصل غلط في ترميمها مثلا، يعني يبقى تمثال كويس بس وقت ترميمه ما جاش الجهه او الفنان المسؤول عنه او الحد اللي المفروض يرميه يعني بالظبط في الموضوع. فلو رممه حد ما عندوش اي معلومات او عنده اي داتا ازاي يرمم ده، فاكيد هيشوهه. فاحيانا بتبقى فيه فعلا حاجات بيبقى ده السبب منها الاساسي يعني. طب وانت يا ايمان ماشيه في شوارع القاهره وميادين القاهره، ايه اكتر تمثال بتشوفي ان التمثال ده الله ازاي جميل؟ اعتقد الحاجات التشخيصيه تعتبر هي الحاجات الناجحه عندنا اكتر، اللي هي فيها اشخاص محددين ان بتبقى عايزه حد بروفيشنال شغال فيها. الحاجات اللي فيها اتجاهات فنيه شويه زي دلوقتي مثلا في ممشى اهل مصر بقى فيه شغل كويس، زي ما اتكلمنا مول مصر بقى فيه اعمال كويسه جدا. يعني بدات المدن الجديده والمولات بداوا الدنيا بدات تتطور وبدا يبقى وبيروحوا في للمدارس المودرن كتير في الاعمال اللي بيعرضوها كمان بالظبط، وبقى في حاجات كمان ميكس ما بين المودرن والحاجات المباشره، فبقت الناس عارفه تتفاعل معاها. مش لازم اعمل لك الحاجه مجرده قوي، انا برضو بيبقى في وسط جمهور فانا لازم الحاجه تبقى مدركه ليهم اكتر. من وقت للتاني بيبقى حلو ان انا اكون بشتغل حاجات باتجاهي، بس مهم برضو ان انا اكون بحاكي الاتجاهات المختلفه من الناس عشان الناس تقدر تتفاعل فاقدر ارتقي بقى بالذوق العام عامه. حلو جدا. حلو جدا. طيب ايمان بتخططي لايه الفتره جاية او ايه المعارض اللي هتشاركي فيها واعمالك الفنيه؟ ايوه انا حاليا بشتغل على مجموعه يعني اعمال صغيره ان شاء الله، يعني قريب باذن الله يبقى في معرض جماعي بيها. غير كده بقى بشتغل على الدكتوراه بتاعتي، وبشتغل بقى انا عايزه اعمل المجموعه بتاعتي، انا ابتدي بقى اركز على فكره المعرض السولو، معرض شخصي يبقى بيعرض الاتجاه بتاعي كله يعني. مش محدش هيبقى موجود في المعرض ده غير حاجات الحاجات تمثيل ايمان وفقط لا غير، صح؟ الحاجه السولو كده، المعرض الشخصيه بيبقى اللي هو معرض بتسموها سولو برضو بتسموا المعرض ده سولو اللي هو انت لوحدك خلاص. لا بيعرض الاتجاه في المزيكا يقول لك سوليست. ما هو نفس الكونسبت اللي هو حاجه بتاعتي انا فقط يعني. فان شاء الله يعني تبقى يا رب ان شاء الله السيزون الجاي يعني ما كسلش. مين اكتر الفنانين اللي ممكن يكونوا بيلهموكي في شغلك؟ مين
اكتر الفنانين، او احنا عندنا اتجاهات حاليا مختلفه كتير، يعني بحب شغل ناس كتير، بس في مثلا فنانين اجانب اكتر بالنسبه لي بيبقوا قريبين للشغل الابستراكت بتاعي. مشكله انا الاسم رايح من ذهني، في حد بحب شغله قوي للاسف مش متذكره اسمه. مش كده هو اجنبي احنا مش لا بس يعني في ناس بتشتغل على شغل ابستراكت كتير قوي، بس احيانا انت بتبقى مايل اكتر للناس اللي بالاتجاه بتاعك، اللي هو انا حاطط الحد ده تارجت كده ليا، انا مش هبقى زيه بس انا حابب الطريق اللاين اللي هو ماشي فيه، فانا حابه اشتغل على اللاين بتاعي زيه كده. احنا بنتمنى لك التوفيق والسعاده ودايما كده مبهره، وان شاء الله تشتاق تعملنا كام ميدان كده، في كام تمثال في كام ميدان كده يا رب. ان شاء الله نورتينا يا ايمان. ميرسي جدا ليكي، اشكرك. ميرسي جدا يا نوران.